بص يا شباب، حتى يعني الشباب ما يسلمش منهم. بص بتوع الكهرباء، بص الشباب عامل ازاي، نفس المكان اللي كنت قاعد فيه والله. يعني بص الشباب عامل ازاي، مشكلة. يعني حتى انا برضه كل مكان، دول بتوع الكهرباء دول بيعرفوا مثلا المكان والكلام ده من على النت، هما كل حاجة بيعرفوها من على النت بالصلاة على النبي، بيجي يخربوها. بص الشباب عاملة ازاي، انا مكبر بس عشان اجيب ايه، اقرب لكم شوية. والله حاجة مرر يعني، عشان كده بحب والله لازم كرهت اقول عن المكان. يلا عامل ازاي، سلام.